الأحمر مع مقداد الحميدان. فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. البعض يقول أن هناك محاولات لزج الجيش العراقي بالإرادات والمزاج السياسي، والبعض يقول أن الجيش العراقي الذي عمره 99 سنة يختلف عن الذي عمره 10 سنوات، والبعض أيضا بدأ يعيد الذاكرة للمربع الأول، فكان هناك في ساحات الاعتصام التي حدثت في الأنبار والمناطق السنية كانوا يسمون الجيش في جيش المالكي والجيش الصفوي والجيش العبادي، والآن الشيخ الدكتور يوسف الناصر أيضا يسميه بجيش بريمر. لربما البعض لديه فكرة هي ربما تكون صحيحة ولربما تكون هي غير صحيحة، خصوصا أن هناك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول التصريح الأخير للشيخ الدكتور يوسف الناصري، وهذه الضجة أثيرت بشكل غير مسبوق. لربما سيبرر لنا الشيخ الدكتور الناصري تصريحه، ولربما نقتنع به ولربما لا نقتنع به. سأناقش هذه المحاور مع ضيوفي من بغداد، المنسق العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الشيخ الدكتور يوسف الناصري. شيخ يوسف مرحبا بك. حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياك الله. أيضا ضيفي في الاستوديو الدكتور منقذ داغر الكناني مدير الشرق الأوسط لمركز قالوب، مرحبا بك دكتور. مرحبا. حياك الله. أناقش هذه أو أكمل الحلقة معكم، لكن بعد أن نستمع لتصريح أو أحد تصريحات الشيخ الدكتور يوسف الناصري حسب طلبه، يعني خلي نسمع التصريح بعدين نرجع. جيش حل بقانون. شوف أنا مو طالبة هسه بحل الجيش، يعني أنت هسه عندك بس إشكالية أنه هذا الجيش بريمر قانونيا، هذا الجيش أسسه بريمر قانونيا. فأنا إيش قلت؟ لأن هو دي يقول 50% عملاء مرتبطين، فقلت إذا هذا الجيش ربما لأنه أسسه بريمر، قواعد تأسيس هذا الجيش، هيكلة الجيش هي اللي جاي تورط كثير من رجالاتنا بالارتباط بالأجنبي، فلازم نطهره. فقال 50%، قلت بهاي الحالة إذا ما نحتاج إحنا جيش إذا كان نصفه عملاء على روايتهم، شو محتاجين إحنا جيش مرتبط بالعدو؟ شكون قاتل العدو؟ فأنت فلذلك بحل اللي أسسه بريمر اللي ما موجود بالنص، وأطالب عندنا قوات مسلحة أمنية. لذلك أنا قلت شنو قلت بالنص هسه، اللي حتى نفس النص قلت إعادة بناء الأجهزة الأمنية. الإشكالية شلون يحال جيش، تطالب بحال جيش عمره 99 سنة، مو قلنا هذا عمره، هذا عمره جيد، عمره 10 سنوات، مو قلت لك بلغة قانونية، شيخ لغة القانون بلغة قانونية، لكن لغة الواقع هي اللي تتحدث. لا لا لا، هاي لغة عاطفية. لا لغة عاطفية. الجيش العراقي عمره 80 سنة باللغة العاطفية، باللغة 99 عاطفية يقول إثماني. مرة أخرى عبد الكرام مرحبا بكم. دكتور يوسف معي من بغداد، مرحبا بك. أنا عندي عدة مقاطع راح أستعرضهن على يعني طوال الحلقة، لكن خلي أبدي وياك، شنو اللي أجبرك على هذا التصريح؟ وليش هاي الضجة الإعلامية اللي صارت عليك، مع أنه كان كثير قبلك قالوا جيش صفوي وقالوا جيش العبادي وقالوا جيش المالكي، مو تمام؟ ليش هاي الضجة تحديداً عليك؟ أكو عندك أعداء؟ أنت ليش سميت جيش بريمر؟ شنو يختلف الجيش اللي عمره 99 سنة عن ما أسميته جيش بريمر؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولشعبنا الكريم، وتحية لجيشنا الباسل، وخصوصاً شهدائنا من القوات المسلحة، الجيش، باقي الأجهزة الأمنية، وأيضا تحية لعوائل الشهداء من القوات المسلحة وأبنائهم، نتمنى لهم كل التوفيق حقيقة والتسديد.
أول مرة أنا لم أطلب منك أن تنشر هذا المقطع. هذه أيضا أحد أساليب الإعلام. هذا المقطع أنت اختاريته، أنا ما مختاره طبعا. وأنت دزيت لحلقة كاملة شيخ. هذا أولا. ثانيا أنا لم أسميه جيش، أنا لو سمحت. نعم تفضل. الشيء الثاني، أنا طلبت منك أن تنشر المقطع محل الإشكال. نعم. ولكن ربما قناة السامراء تريد أن تعمل زوبعة جديدة. لا 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 شيخ، لا تمارس دور إعلامي تأخذ محل من لا لا شيخ، ربما الله العالم. لا 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 شيخ إطلاقا، يبحثون أطلاقا عن الشهرة والجماهيرية وما شابه. لا إطلاقا. دعني أكمل. تفضل. لو سمحت. تفضل شيخ. في التالي أنا لم، لو سمحت، أنا لم أسميه جيش بريمر أبدا. نعم. حينما كنت في محل السؤال، في محل البحث عن، بما أن هناك اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهي مشروع رائع يتمناه كل عراقي. جميل. من أجل بناء دولة تتصحح فيها مسارات مفاصل الدولة، نحن نتمنى أن نرى هذا التصحيح في كل المفاصل، من الزراعة إلى الصناعة إلى الجيش إلى الحشد إلى التعليم العالي إلى التربية إلى كل مرافق بناء الدولة. ولذلك حينما نقول أن هناك مشاكل، هناك بعض الأخطاء، هناك مفاسد في كل أروقة مساحة بناء الدولة، وهذا طبيعي. هذا أيضا يشمل المؤسسة العسكرية. وقلت هناك تركة، هناك تركة ثقيلة. هذه التركة الثقيلة هي بقايا نظريات المحتل بريمر. وكلنا نعلم أن بريمر حل الجيش بقانون. وأعاد بناء الجيش، ومن حاول إعادة بناء الجيش ربما والله العالم. هو محاولة لأذية الجيش، تشويش الجيش، جعل هناك تراكمات ارتباطات تشوش على هذا الجيش الباسل. بكل الأحوال دعنا ننتقل إلى رؤية بيضاوية صحيحة. جميل. ما حدث في تطهير العراق من الدواعش، أكبر مكنة إرهاب، صنعت من جيشنا الباسل، أجهزتنا الأمنية، الحشد الشعبي، صنعت قوة اتحدت فيها إرادة الشعب مع الأجهزة الأمنية، وتجاوزت من خلالها كثير من هذه السلبيات. وما حصل في اللقاء الذي حدثت فيه ضجة كبيرة واستقطع المقطع الذي لم تبثوه، وبثيتم مقطع آخر لإثارة ضجة جديدة للأسف الشديد. لا دكتور، ذاك المقطع كان يتحدث عن تخابر ضابط من ضباط الجيش. دكتور. ونحن وجدنا أن الجيش يتطهر باعتباره هو سور الوطن. جميل. وباعتباره هي مؤسستنا الأصيلة والأولى والتي يتطلع إليها كل العراقيين. نعم دكتور، أنا محضر هنا. دكتور من يوسف. هنا نحن ننظر إليه نظرة رائعة وإيجابية. أنا محضر. نعم. لك مقطعين، مقطع الحيبي. هناك ترفيع بالصوت يشوش. على السماع، أنا ما أسمع جيد. تمام، أنا محضر لك المقطع اللي حييت بيه الجيش، ومحضر لك المقطع اللي تحدثت بيه على التخابر. المقطعين محضر لك إياهم إن شاء الله طوال الحلقة، راح أعرض لك إياهم مثل ما طلبت، على مود يعني نكون صادقين وياك ولا نبحث عن أي زعوبة إعلامية. ماكو تلفزيون قدامي. لا لا. أشوفك. لا لا. أو أشوف الضيف. ها. ولا أشوف المقطع. طيب. للأسف. طيب. لا راح أعرض. فقط أسمع. لا راح أعرض. وأخاف أن توقعونا في تضليل آخر يجر الشارع العراقي إلى مآسي جديدة. والله الشعب العراقي ما يستحق هذه الآلام. والله صح دكتور. تقطيع وتمزيق. لا لا. دكتور. وضخ إعلامي غير صحيح. دكتور. لا. إحنا أنا اليوم من استضافتك، أنا لربما أكو ناس ما فهمت فكرتك، أنا أتمنى توضح الفكرة للناس، لأنه من الصعوبة يعني هذه الضجة الإعلامية لربما على تصريح مجتزأ خاطئ، فإحنا اليوم وياك مو عليك شيخ. خلي أرجع أسألك سؤال مهم شيخ. إيه بس أنت ابتدأت بعبارة جديدة ووصف جديد. طيب. وتحتاج إلى توضيح جديد. نحن نريد أن
أن نوحد المجتمع، نوحد الأسرة، لسنا بحاجة إلى تفريق، لسنا بحاجة إلى من يساعد في تهميش البلد والوطن، نحن بحاجة إلى وحدة الوطن، إلى اتحاد كل القوى وكل الناس، لا إلى تقسيم المجتمع. نعم أنا فخور حقيقة مع أن هناك خطأ في إدراك فهم وهذا الكلام المجتزئ، لكن كان الحمد لله كانت النتيجة أن رأينا وحدة جميلة من كل أبناء الشعب العراقي، ورأينا البارحة هناك كانت صرخات جميلة تدافع عن الجيش الباسل، والكل أصبح اليوم متحد وراء جيش عظيم إن شاء الله سيكون سببا لحماية هذا البلد، متمنيين له لضباطنا لأبنائنا في القوات المسلحة لكل الأجهزة الأمنية كل الخير. جميل، سأعود لك، خلي أرجع إلى ضيف تأخرت عليه، دكتور منقذ داغر الكناني. دكتور مرحبا بك، حياك الله. أسيء فهم الشيخ يوسف الناصري، وأكو مفصلة مهمة تحدث بيها الآن، هي هناك فساد في كل مفاصل الدولة بما فيها الجيش، واللي صار يعني الآن اللي صار بالموصل على سبيل المثال في كثير، هذا كان دلالة على فساد في مؤسسة الدولة. فأسيء الفهم، وكان الحديث أو الهاشتاغات بتويتر وبالفيسبوك كلها متناولة المقطع، وكان هو مقطع مجتزئ. شكرا لك أستاذ مقداد، وتحياتي إلى ضيفك الكريم الشيخ. وأنا مسرور جدا إني وفرح إني أسمع من الشيخ إن هذا الموقف الجديد الآن، أو توضيح لموقفه خلينا نقول، أنه لم يكن يستهدف الجيش، وهذا المديح الذي كاله إلى الجيش العراقي باستحقاق الجيش العراقي، وليس منة من أحد ولا تفضلا من أحد. أنا اليوم بالمناسبة جيت لابس بدلة بيضة، لأني أحس عندما أتكلم عن الجيش العراقي علي أن أعطيه ما يستحقه من بياض الوجه الذي بيض فيه وجه العراقيين على مدى تاريخ الطويل. أنا ابن هذه المؤسسة، أفتخر أنني كنت ضابطا في الجيش العراقي، هذا الجيش الذي تأسس قبل الدولة العراقية، الجيش الوحيد الذي تأسس قبل الدولة العراقية 1921. هذا ليس جيش صدام ولا جيش الملك ولا جيش عبد الكريم قاسم، هذا جيش العراق تأسس قبل الدولة العراقية، وكان عنوانا لوحدة العراقيين. في الوقت الذي الشيخ هو يرأس تجمع لخيار المقاومة، ونحن نفتخر أنه بالخيارات التي تريد تحرير فلسطين من الاحتلال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، فإن الجيش العراقي سبق الجميع، سبق كل من يدعون بالمقاومة، سبقهم في القتال في جنين، ومقبرة شهداء الجيش العراقي بال48 في جنين تشهد له، وفي الدفاع عن دمشق في 73,000 كيلومتر الجيش العراقي على السرف ليحمي دمشق وشهداء وأعطى شهداء في سوريا. هذا الجيش لا يستحق من العراقيين، هو ليس جيش بريمر، لم يؤسس بريمر، لأنه الجيش أبعد من بريمر. وإذا جينا على هذا المنطق، منطق أنه جيش بريمر، إذن الدولة العراقية كلها هي أسسها بريمر الجديدة بال2003، هل نحل الدولة العراقية؟ هل نطالب بحل الدولة العراقية لأنه أسسها بريمر؟ هل نطالب بإلغاء الدستور العراقي لأنه كتب في عهد بريمر؟ طيب إلغوا الدستور، والله أنا أول واحد يبصم بالعشرة إذا نلغي كل شيء إجانا من وقت بريمر. الدستور إلغوا إذا أسسها بريمر. بل أن الشيخ ينسى شيء مهم جدا، وهو قرار رقم 91
لسلطة الائتلاف التي يرأسها بريمر الذي أصدره بريمر قرار 91 لسنة 2004 الذي دمج فيه كل الميليشيات. ولو نقرأ نص القرار اللي أصدر بريمر يقول آخذين بنظر الاعتبار أن مدركا أن هؤلاء الذين قاتلوا ضد النظام البعثي في قوات المقاومة يقصد فيها من قاتل ضد صدام يستحقون الامتياز والفوائد كمحاربين عسكريين تقديرا لخدمتهم تجاه أبناء شعبهم ولذلك ضمهم إلى الجيش العراقي. إذا اللي هم إحنا الآن نسميهم الدمج، إذا الدمجهم خلينا نحلهم، ليش ما نحل الدمج أيضا لأن هذول إجوا من وقت بريمر. إذا جينا على المنطق الآخر بسبب الفساد، طيب ما الدولة العراقية كلها فيها فساد، ما نحل الدولة العراقية كلها. إذا جينا على المنطق الثالث إنه بسبب التخابر، إذا كل جيش يطلع، طبعا بالمناسبة الفريق الفلاحي لا يستحق أن نقول عنه تخابر لأنه ثبت قانونا بموجب لجنة تحقيقية شكلت من قبل القائد العام القوات المسلحة ووزير الدفاع أنه بريء من التهم، وأعلن ذلك السيد رئيس الوزراء جهارا نهارا في مؤتمر صحفي قال لم يثبت عليه شيء. سيد رئيس الوزراء قال لوزير الدفاع، وزير الدفاع صدر أيضا قال ما فإذا كل هذا من الحجج، كل هذا من الحجج. وحتى لو افترضنا أنه متخابر، إذا الجيش يطلع به متخابر لازم نحله. إذا هسه بالحشد الشعبي طلع واحد أو اثنين متخابرين أو يلعبون قمار أو يسوون ما أعرف إيش، هذول لازم نحل الحشد الشعبي؟ هذا ليس منطق دولة، ليس هكذا تبنى الدول. نعاقب، نحاسب، في أكو قوانين، نعم نتفق على ذلك، لكن إنه والله نحل الجيش العراقي. طبعا أنا مسرور جدا لحجم المساندة الهائل من العراقيين لجيشهم الباسل ووقفتهم ضد كل من يحاول أن ينال من هذا الجيش. طيب أعود لك شيخ يوسف، خلي نشوف المقطع اللي تحدثت به اللي هو مجتزأ جزء من كلامك اللي تحدثت به عن موضوع الفلاحي. زميل المخرج اعطيني المقطع وبعدين أرجع للشيخ. بس أنا ما أقدر أشوفه، أنا ماكو أمامي لا شاكة. أنت راح تسمعها يلا إن شاء الله. تفضل اعطيني زميل المخرج. من نتائجها هذا التجسس الذي يغطى بطرق أو بأخرى بشكل أو بآخر بشكل قانوني. أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة، مرحلة إعادة هيبة الدولة، مرحلة تثقيف الشباب والمسؤول بثقافة الوطنية، ونبدأ ذلك بتحقيق ما جرى بهذه المكالمة. إن ثبتت فأقلها الإعدام، ويجب أن يعدم في محكمة عسكرية، والكل يعلم أن حكم التجسس في المؤسسة العسكرية بهذا الشكل الوقح والجريء لا يقل عن الإعدام بأي شكل من الأشكال، مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، ليكون عبرة لباقي الضباط ولباقي أعداء العراق وللجواسيس الموجودين وهم بكثرة هنا وهناك. نعم ضيف الكرام تفضل. دكتور قبل أعود لك دكتور الناصري، دكتور منقذ الكلام ترى يقول إن ثبتت، ما قال ثبتت، قال إن ثبتت. أخي تاريخ هو الكلام إلي، إذا تسمح لي تفضل. كان المفروض أن تقف عندي أنا لا، وهذا ما تقوم به قناة سامراء ليسمع العالم هو نوع من الغدر السياسي والكمين السياسي ليش وجهة الشارع العراقي. ليش هذا ليس هو المقطع، المقطع الرئيسي الذي كان قبل شهر ونصف، وذاك كان يخص موضوعة التخابر. هو هذا التخابر الشيخ مقطع قبل يومين، لم تذكر المقطع الرئيسي المتجزئ يا أخي. ذاك المقطع كان على قناة الاتجاه، هذا على قناة الاتجاه أيضا شهر وعدة أيام، يعني هذا على قناة الاتجاه يعني، وكان المفروض أن تعطيني حقي في الجواب ويا الأخ. تفضل الآن، بس أنا لأن الشيخ قال هذا تضليل الرأي العام، وهذا أنت تريد أن تصنع من قناتك مشاهدين على حساب شيخ. أنا قناتي مشاهدة، لا ما أسمح لك شيخ، السياسية أنا قناتي مشاهدة شيخ، بس أنا أريد أن أعطيك حق الرد يا شيخ. يا عيني بس أصبر علي، بس الله يرضى عنك، بس أصبر علي على مود أعطيك حق الرد.
تفضل سوري. اصبر لي اذا خليني اتكلم لو تفضل لك الوقت لك تفضل. اولا انا لست رئيس للتجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومه. هذا التجمع فيه اكثر من 50 دوله من انحاء العالم. انا المنسق العام في العراق لهذا التجمع. نعم. وفيه اعضاء من الاحزاب العراقيه تتجاوز 20 حزب في العراق وتيارات. هذا من جانب. من جانب اخر ما تفضل به الاخ كلام جدا رائع وكلام جدا جميل، لكننا اليوم يعني نحن نتفق بعد ما انكشف العبارة التي بترها أجهزة الجيوش الإلكترونية وبتروها ولم ينقلوا كما يمكن أن يقال لكل إنسان مسلم أنه كافر، وحينما تسأله لماذا تصفه بالكفر يقول له لأنك قلت لا إله، وكلنا نقول لا إله ولكننا نختمها بإلا الله، لا إله إلا الله. هنا تثبيت الوحدانية، تثبيت وحدانية الله في نفي الإلهات كلها غير الله. وهذا البتر يمكن لأي إنسان أن يكون، وحينما تبين للجميع أنني لم أقل أن نصف الجيش فاسد، السيد الذي كان يتحدث قبلي وهو السيد حميد الهايس، نعم، هو الذي قال لي أن أكثر من 50% هم من العملاء. أنا جوابا على ذلك، نعم، رددت جوابا على ذلك، فأردت بمسارات التصحيح وبناء الدولة العادلة وبناء الجيش الباسل النظيف حفاظا على النظيفين بعيدا عن الفاسدين إن وجدوا إن ثبت عليهم الفساد، وكلمتي دقيقة جدا، نعم، قلت إذا ثبتت التهمة، وذاك كان الكلام في اليوم الثاني من موضوعة التخابر، نعم، يعني لم تخرج لجنة ولم يخرج رئيس الوزراء بلجنة، وكان ما زال حقيقة قائد العمليات في المنطقة الغربية، يعني الرجل كان في مكانه. طيب. وقلت بالنص القانوني إذا ثبتت التهمة، وهذا نص قانوني. طيب. إذا ثبت على أي إنسان عسكري تهمة التخابر فما هو حكمه في المؤسسة العسكرية؟ الإعدام أكيد. الآخر الأخ الآخر الذي قبلي الأخ السيد حميد الهايس قال مولانا قال أنه كل أغلبهم حتى الحكومة نصفهم عملاء، وهذا الذي دفعني في نفس السياق أن أعطي رأيي. كمثلا رئيس الوزراء إذا أراد أن يرشق الوزارات، إذا أراد أن يدمج بعض الوزارات، إذا كان كما يقول الآخر أنه نصف المؤسسة فاسدة أو عميلة، فمن هنا أنا كنت أجيب على هذا الرقم الكبير العجيب الغريب، وهذا لم يكن لي كان لغيري. ومن هنا أنا أقول لماذا كما أنت تفضلت في بداية الحلقة لماذا الهجمة علي لم تكن على من قال 50% من الجيش عملاء. أنا لم أقل هذا الرقم، أنا قلت إذا بناء على كلامه هو هذا أول. ثانيا نحن اليوم أمام بناء دولة عادلة، أعتقد يجب أن ننظر ونستفيد من ما جرى. كيف استطاعت الأجهزة الإلكترونية الجيوش الإلكترونية أن تنقل رأيا مقطوعا مجزئا وتحدث ضجة تحولت إلى ظاهرة وأثرت على الرأي العام؟ وأعيدكم هنا يجب أن نستفيد أن الفيسبوك ليس دليلا علميا، ولذلك القانون الذي صدر في الشهر الماضي يحاسب على الجريمة الأجهزة التواصل الاجتماعي الغير علمي ولا يمكن الاعتماد عليه كأدلة ووثائق. كيف استطاعوا أن يعتمدوا على كلام مجزئ؟ واليوم الأخ يقول تفاجأت بكلام الشيخ، لا تتفاجأ، أنا من أول حياتي إذا أنت ذكرت المقابر الشهداء للجيش العراقي في فلسطين وأزيدك أيضا في الخليل مقبرة، وأنا على تواصل مع الإخوة في فلسطين، ولعلمك أيضا أنني قاتلت مع الفلسطينيين وأجلس بين فترة وأخرى مع زعماء قادة المقاومة الفلسطينية، وأرجع إلى قبل سنة وإلى سنتين،
أنا دعوت إلى تأسيس جيش عالمي لتحرير فلسطين في السنة الماضية بإجماعي مع القادة الفصائل الفلسطينية. جميل. فبالعكس أنا من الذين يسندون جيشنا الباسل والأجهزة الأمنية، ومن الذين يريدون لهذا الجيش أن يبقى سنداً وسوراً وصورة جميلة. نحن نريد لذاك الطيار، لذاك القناص، لذاك الجندي، لهؤلاء الأبطال الذين يتحملون الآن الحر الشديد، الذين يستشهدون يقدمون دماءهم، ما يفرق عندنا سواء كان حجديا أو جيشا أو من جهاز مكافحة الإرهاب أو باقي الشرطة الاتحادية أو غيرهم، كلهم أبناؤنا. نتمنى أن كما نراهم اليوم، اليوم نحن يجب أن لا نضيع عصر الانتصار، لا يضيع علينا الفيروسات الحرب الإلكترونية لتمزيق العراق. انظر لهذه الظاهرة، حولت أكذوبة إلى ظاهرة اجتماعية، هذه الظاهرة بوعي شرفاء من الضباط. وأنا أشكر وزارة الدفاع والقادة العسكريين والضباط الواعين الذين لم يتأثروا بجهل هؤلاء اللاعبين، وأتمنى من الحكومة وأنا أن نجر هؤلاء إلى القانون الذي صدر في الشهر الماضي، وهو يؤدي كما ظهر الآن إلى تشويه حقائق. طيب. تجر إلى صدام اجتماعي. ما يراد له أن هذا النصر العظيم على مكانة الإرهاب داعش أن تنهار. نحن نريد أن نحتفظ بالنصر، لا نريد كما حصل بمعركة أحد بعد النصر ننشغل بالمغانم ونترك النصر الحقيقي. نريد أن نحافظ على بسالة جيشنا ونحافظ على سمعة هذا الجيش الرائعة وعلى أبنائه. بالعكس، نحن نريد أن نوحد هذا المجتمع باتجاه بناء الدولة العادلة وتحقيق الأمن القومي العراقي الذي يجب أن نتحلى بأعلى ثقافة الأمن القومي، وهذا ما يخالفه ما قامت به هذه الظاهرة. لو سمحت لي بدقيقة اتفضل. أعيدك إلى خطاب الرئيس الأمريكي أوباما. نعم. حين في الانتخابات الثانية له، جاء إلى مصر الشقيقة واختار خطابا إلى العالم الإسلامي، وكان ظاهر هذا الخطاب ظاهره جميل، رسالة السلام والإسلام والحب، لكنه ذكر أمرا خطيرا يجب أن ننتبه إليه، وأنا سمعته جيدا. طيب. واسمعوه. نعم. قال: أنا أعتذر إلى شعوب العالم الإسلامي. نعم. ذلك لأن جهاز المخابرات الأمريكية CIA ارتكبت خطأ فضيحا في تاريخها، والقصة معروفة ومكتوبة منذ حوالي أكثر من 50 سنة. هي تدخل CIA حينما أسقطت دولة مصدق رئيس وزراء إيران الذي قام بانتفاضة أو ثورة شعبية على شاه إيران عام 57. وخرج الشاه خائفا من إيران وأمم النفط في إيران، وكان معه آية الله الشيخ أبو القاسم الكاشاني رحمة الله عليهما. يقول أوباما تدخل، وهو مكتوب رسمي والوثائق مؤلنة، هذه ليست أسرار. طيب. CIA صرفت ملايين الدولارات من أجل أن تحرك الشارع ضد مصدق والكاشاني، ونجحت مؤامرة CIA بصورة شعبية، وكأن هناك ثورة ضد مصدق والكاشاني، ونجحت هذه الثورة المغشوشة الفارغة، وأسقط مصدق وأعتقل هو والكاشاني، وعاد الشاه وعادت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وعادت الصهيونية إلى إيران بلعبة ظاهرها ديمقراطي باطنها من أخبث خباثة الولايات المتحدة أمريكا. طيب. ما أود قوله هنا، فضل. علينا أن نتحلى ونحن على أبواب بناء الدولة العادلة. نعم. ألا ننخضع إلى آثار القواعد اللعبة، المكنة الإعلامية والبروباغندا والإعلام المضاد. أنت تصور أفراد هنا وهناك يشتغلون على الفيسبوك يحولون مقطع مبتور مقطوع مشتزة إلى أثر
وظاهرة تتحول إلى ظاهرة، يتساقط تحت هذه الظاهرة شخصيات ومؤسسات تعتمد معلومة خاطئة. اليوم نحن أمام، وما حصل البارحة من وعي وما يجب أن يحصل دائما من كل المؤسسات الدولة. أنا أشكر كل الأخوة في الدولة في الحكومة في الوزارات، أشكر كل الواعين الذين لم تنطلي عليهم هذه اللعبة، أشكر كل الذين طالبوني وسألوني عن الاعتذار لأنهم لم يروا المقطع كاملا، وأنا أسامحهم لأنه فعلا هو المقطع المبتور مثير للإنسان. طيب. وأقول هذه التجربة، نعم، هذه التجربة التي صنعها أعداء العراق لنستفيد منها ونستثمرها في مشروعنا الاستراتيجي وبناء الدولة والحفاظ على مؤسساتنا الأمنية خصوصا وباقي مفاصل الدولة في كل مفاصل الدولة، على أن لا نخضع ولا ننصاع ولا نسير وراء التيارات الخاطئة. جميل. لأن هؤلاء لو وفقوا فيما أرادوا لاستطاعوا أن يصنعوا صراع اجتماعي كاوس. طيب. أي الفوضى الخلاقة لجوندليزا رايس، وهذا ما يرمون إليه. شيخ. تدمير العراق بلا نص. نعم. داعش قبل يومين دخلت إلى دقوق، وهذا للمرة يمكن الثالثة أو الرابعة خلال أسبوع. نعم. ويدخلون بزي أجهزة أمنية. طيب. داعش موجودة في قلب العراق ولا توجد على حدود العراق فقط. طيب. نحن ما زلنا مهددين من قبل داعش. طيب. وما زال الجيش الباسل والأجهزة الأمنية هو عنوان الأمل والأمان لنا. اليوم نحن نحظى بالأمان. طيب شيخ. هذا شيخ. شيء نقدره للدماء التي سقطت. جميل. من الذي حقق هذا الأمان اليوم؟ جميل. ونحن ننعم في بغداد وباقي المحافظات. جميل. ورفعت السيطرات وغيرها. جميل. من الذي تفضل علينا بذلك؟ دماء شهدائنا، جهود أبطالنا من أبنائنا في القوات المسلحة. طيب. لكننا يجب أن ننتبه. ما أريد بهذه الأيام الماضية هو الإيقاع بين أبناء الشعب العراقي. طيب. أن ننتقل من هذه التجربة نستفيد منها في بناء علاقة أوثق وقوة أصدق. وأنتم رأيتم سبحان الله وعي العراقي، أنتم تعلمون أننا هزينا من قبل من؟ من قبل المغول التتر. وحينما تريد أن تصف همجيا تقول تتري، لأنه لا يفقه غير معلم. شيخ. التتر حينما دخلوا إلى العراق، شيخ راح أرجع لك شيخ، لأنه شباب راح أرجع لك شيخ. وتحولوا إلى مسلمين، لأن العراقيين وهم محتلون يؤثرون حتى على الاحتلال. طيب. ما جرى بهذه الأيام الماضية احتضن بوعي كبير من كل القادة. طيب. واليوم نحن على وحدة وطنية حقيقية. اليوم احنا هذا هو النص على أن لا نسمح للعدو أن يفرق بيننا ليتلاعب بالألفاظ كما. طيب. تلاعبت قناة سامراء الآن. شيخ ما تلاعبنا بالألفاظ مشروعا وكلمة. لا. جديدة. لا 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 أنها شيخ. بطلة في استخراج كلمة مثلا جيش بريمر. عيب هذا الكلام. لا هذا شيخ. الكلام لم يكن كنا. لا 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 شيخ. لا لا قانونية عن واقع الجيش مو أكثر. طيب تفضل. راح أرجع لك شيخ، بس احنا ما استقطعنا الكلام، وحتى التقرير لقناة الاتجاه هو جاهز، راح يعرضوه الشباب اللي دزيت لي اياه التقرير، مو دزيت لي التقرير مع قناة الاتجاه. انت سميت ان هذا دزيت لي تقرير مع قناة الاتجاه شيخ، هم راح يعرضوه. اصطلاح جديد. احنا نقول المكنة الامريكية، لو سمحت، المكنة. نعم. الامريكية تحاول ان تسيء الى جيشنا. نعم. من خلال بقايا قوانين. طيب. بريمر وما شابه، يجب أن نتحرر منها كما تفضل الأخ، يجب أن. جميل. نتحرر من بقايا قوانين البريمر. جميل. قوانين الاحتلال البغيض. جميل جميل. سأعود لك دكتور. دكتور منقذ أرجع لك، تأخرت بس كان لازم الدكتور ناصر يأخذ حقه بالرد على متوصل الفكرة أيضا للمشاهد. أرجع لك. إذن إحنا لازم أنا لا لم أرد على الدكتور. لا أنا أقصد أن أكمل ما بداه. بالعكس. لا إحنا متعدين. لا تفرق بيننا. لا أقصد حقك بالرد بالتوضيح. أقصد حقك بالتوضيح بالرد على المقاطع.
وباثير في الو... في المواضيع. شكرا شكرا لك. هذا الموضوع. شكرا شكرا لك. عفوا دكتور. دكتور منقذ، الان الكلام سليم، يعني الان من تجي توصل للفكره، الفكره سليمه جدا، فعلا اكو جيش لازال هناك ترسبات بريمر وقوانين بريمر باقيه في الجيش يجب ان نتخلص منها. اذا احنا الان ماكو اي خلاف داخل الموضوع، وبالمقابل اكو ماكينه امريكيه، وانت اعتقد اختصاص في هذا الموضوع، تحاول يعني اثاره ضجه، يعني مثل موضوع المجزه الشيخ اجتزئ وبعدين نشر بطريقه مبتذله وصارت عليها ضجه، بس انت لو ترجع للتسجيل الحقيقي راح تلقى عكس هذا الكلام، يعني انه فيما لو ثبت على الفلاحي لازم يعدم. هذا راي الناس كلها. نعم متمول ولا نعم. تفضل. انا بس يعني حلم الشيخ علي بس اساله سؤال ويجاوبني بسرعه، لا هم ياخذنا. يعني الم يقل الشيخ انه حتى نكون واضح امام هذا، الم يقل ان الجيش هذا هو ليس هو الجيش العراقي، هذا قانونا هو الجيش الذي اسسه بريمر، وبالتالي حتى لأنه بسبب تأسيسه بسبب هيكليته من قبل بريمر فعند ارتباطات بالأجنبي. ما قال هذا الشيء، إذا ما قال هذا الشيء إحنا انتهينا من الموضوع كله خلاص، يعني ما راح لا لا شوف أنا بنصف دقيقة شيخ، بس بسرعة شيخ لأنك على الوقت. الله يرضى عليك شيخ، ترى أنتم المعممين من تلزمون الميكروفون ما تهدوا، يعني هاي مشكلتنا إحنا وياكم المدنيين، مشكلتنا وياكم من تلزمون الجسمة الميكروفون مثل ما لازمين شباش العباس، بعد ما تهدونا هاي يا شيخ لي، فانطينا مجال بس جاوبنا على السؤال حبيبي. خدمتكم حبيبي. خدمتكم. تفضلوا جاوبنا شيخ، بس خلي نكون استاذ منقذ. نعم خلي نكون انا وياك سبب خير وليس سبب شر. جميل جدا. السؤال اللي سأله دكتور منقذ يقول هل انت قلت في احدى اللقاءات انه يجب ان نحل هذا الجيش لانه جيش بريمر؟ بس هذه اي ام لا، بس على مود هو يرجع يكمل فكرته. لا هو هذا المقطع اللي انت نعم. أنا قلت في سياق عملية مساعدة الجيش في صناعة جيش صحيح ومستقيم وقوي، أن قد تكون، اسمعني هاي العبارة جيدة، أنا ردت أساعد في مشروع مكافحة الفساد والإصلاح. نعم قد تكون، ما أعرف، قد تكون تراكمات بريمر لعنة الله عليه، قد تكون هذه التراكمات هي التي تتسبب فيما يعثر من انطلاقة بعض المشاريع في الجيش أو يشوش على الجيش. احنا بحاجة أن نقطع الطريق على هذه التشويشات أو هذه التداخلات وما شابه. إن كانت هناك تأثيرات لمدة بريمر أو لفترة الاحتلال اللي كان الحاكم العسكري فيها أو المدني، فنحن بحاجة أن نتخلص منها. أنا لست بصدد أن أقول هذا الجيش بريمر، بالعكس، أنا بالنهاية شوف بالنهاية نحن عقلاء، هذا هو جيشنا الحقيقي، هذا جيشنا الرائع البطل، هذا جيشنا الباسل، بالنهاية هذا جيش العراق، هذا مو جيش بريمر. لكن بريمر كانت له فترة قد تلاعب وأثر كما في الميزانية والأموال والكهرباء والاقتصاد والزراعة وكل السياسة الخارجية والداخلية، تدخل في كل شيء مع جيش داخل الحكومة العراقية. تكون هذه التداخلات ما زالت آثارها موجودة. فكنت أريد أن أوجه النظر أن نتخلص من براثن بقايا الاحتلال لبناء دولة عادلة ذات سيادة لتحقيق أمن جميع عراقي. جميل. أرجع للدكتور منقذ الآن مثل ما قلت أنا الآن، لا أقدر أرجع لك على موضوع الماكينة الأمريكية، ماشي هسه راح أرجع لك تعمل بس أنا على إثارة مثل هذه المواضيع وتجتزئ هذه المقاطع مثل ما ذكر الشيخ وتنشرها بهذه الطريقة المثيرة والمريبة اللي جعلت، يعني صارها يمكن الناس أسبوع ما عدا غير الشيخ يوسف الناصري. نعم. مو صحيح لو لا؟ نعم الـ أولا احنا أرجعوا الفكرة اللي قلتها بالبداية، إذا استندنا إلى أنه احنا نريد نطهر العراق من بقايا بريمر فأكو هواية أشياء عندنا لازم نطهرها. لذلك أعتقد علينا أن نغادر هذا المنطق، لأن هذا المنطق إذا استندنا إليه
لهذا المنطق معناته قلت لك الدولة العراقية هي غير شرعية، الدستور غير شرعي، ضباط الدمج كلهم غير شرعيين. طيب فيعني هذه لازم، لذلك هذا دكتور لا تستند إليه، خلاص نغلق هذه الصفحة. أحسنت خلاص. طيب خلاص إذا خلاص إذا اتفقنا، إذا اتفقنا نرجع على الماكينة الأمريكية. نرجع على الماكينة الأمريكية دكتور. الماكينة الأمريكية أو غيرها، شوف دول العالم كل دولة من هذه الدول عندها مصلحة، مثل ما أمريكا عندها مصالح تريد تحققها بالعراق وبالمنطقة وبالشرق الأوسط، إيران عندها مصالح تريد تحققها بالعراق وبالشرق الأوسط، إسرائيل عندها مصالح تريد تحققها بالعراق والشرق الأوسط، السعودية عندها نفس الشيء، تركيا، هذه لعبة مصالح. الأساس هو إحنا، يعني الماكينة هذه إذا افترضنا أنه أكو ماكينة، إذا افترضنا أنه أكو ماكينة، الماكينة هي ما اخترعت اللقاء، اللقاء موجود، المقابلة موجودة، مو هي اخترعتها وظفتها. طيب إحنا سمحنا، إحنا سمحنا من خلال الحديث بتوظيف هذا الشيء. اثنين الاتهام الجميع بالماكينة أو إلى آخره، أنا أيضا لا أتفق هنا في هذه التفصيلة، في هذه التفصيلة لا أتفق مع الشيخ. ليش؟ لأن الذي اعترض على الكلام معظمه إذا مو كله، فخليني أقول معظمه انطلق من منطلقات عراقية، من منطلق حبه للعراق، من منطلق حبه للجيش العراقي، ليس من منطلق التخوين ولا غيره، انطلاق من ان هذا الجيش هو جيش العراق، قاتل طوال 99 سنة فصلة الى جيش ما قبل الاحتلال وجيش ما بعد الاحتلال، يراد من عنده تدمير البنية العسكرية. الاحتلال اول ما اجى اول قرار سواه انه حل الجيش العراقي، لمعرفته ان حل الجيش سيؤدي الى كل هذه النتائج والمصائب التي مر بها العراق. فإذا العراقيون عندما انطلقوا في هذه الحملة للتعبير والهاشتاغات للتعبير عن حبهم واستنكارهم لكل ما يراد، لكل من يريد بالجيش العراقي السوء، عبروا هو تصويت، وأنا أهنئ كل الجيش العراقي هنا، أهنئ الجيش قادة وضباطا ومراتبا، وأنهم جميعا على هذه الثقة، على هذا التصويت من قبل الشعب العراقي لهم، صوتوا لهم بنعم أنه هذا جيشنا الذي نريده. فلذلك المصالح الأمريكية قد تكون موجودة، ومثل ما موجودة مثل ما قلت لك كل المصالح الأخرى، المهم إحنا شلون نتصرف. طيب. المهم إحنا شلون نوظف الأشياء بالطريقة التي تحافظ على الوحدة الوطنية وتحافظ على بناء الدولة العراقية. جميل شيخ، خلي راح أطلع التقرير بالقناة، الاتجاه اللي بعثته للتقرير أطلعه شيخ، لو ما أطلعه، لو تقول الدور انطشة التقرير أطلعه اللي بعثته لي، المقطع الفيديو المقطع ها. إذا تريد نتحدث، إذا تريد تتحدث هو، لو كنت تطلع بأول الحلقة كان أفضل. لا الآن أنجزنا هذا، خلنا نتحدث. إيه خلنا نتحدث الآن، ما تفضل، عن مستقبل العراق. جميل. اليوم هذا خلينا نقول الاستفتاء الجماهيري، هذا الوعي اليوم الرائع مع الاصطفاف مع الجيش اليوم، إسقاط لعبة الفيسبوك وخيانة الفيسبوك، وحرص تبين أن أن, أن 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 هناك عشق كبير لهذا الجيش وحرص كبير على حمايته وحب، هذا التفاعل حقيقة هو تفاعل أصيل للشعب العراقي. خلنا نستثمر هذا في محور ما تبقى من الحلقة. أنا ما أعرف الوقت إيش قد متبقي، لكن أريد أن أقول باقي لنا 7 دقائق شيخ. الحرب شيخ الإلكترونية شيخ، شيخ لا يمكن أن تقف عند هذه الحدود. طيب. اليوم نشروا تغريدات لقيادات كاذبة تماما، تغريد كامل لقيادات كاملة، اضطرت القيادات أن تنشر التغريدة الصحيحة مع التغريدة الكاذبة وتضع عليها أكس الكاذبة.
هذه العمليات لن تقف، ستستمر. لكن وعي الناس، وعي الأمة في معرفة قياداتها، رجالاتها، حكومتها، هذه الثقة علينا أن نحافظ عليها، لأن هذه المواقع قد تكون هي بعض الأحيان مو اجتماعية، قد تكون تخل بالأخلاق العامة، قد تشجع الشباب على المخدرات، قد تدفعهم بعيدا عن المطالعة والدرس والتعليم، كما كان العراق دائما من أول الدول في العالم يخرج علماء ومثقفين. لذلك نحن نخاف على الأجيال القادمة. ما جرى هذه الظاهرة لنستثمرها، لنستفيد منها. هذه الظاهرة كانت ظاهرة خطيرة، كادت أن توقع بصراع اجتماعي، انتصرنا عليها بوحدة أكبر، بانسجام أكثر، بتقدم أفضل، وهذا يجعلنا نطالب حقيقة بمتابعة هذه المواقع، لأن تأثيرها كبير. يعني ممكن أن تؤثر على الرأي العام، ممكن أن تصنع ظاهرة، ممكن أن تصنع قضية وهي من الخيال وغير صحيحة، ممكن أن توقع المجتمع. يعني الكثير يقول ما جرى في السودان هو فيسبوك، ما جرى في المكان الفلاني فيسبوك غيرها. بس خلينا نسألك سؤال مهم، لهذا الانتصار الشعبي الحكومي والذي قدمنا من أجله دماء وضحايا وكوارث، وخسرنا ثروات، يكفينا ما خسرناه لنبدأ مرحلة جديدة مع الانتباه والذكاء والمعرفة. طيب، بأعداء العراق ومن يريد العراق الكمين والخدعة والكذب. هؤلاء ربما كلمة حق يراد منها باطل. هؤلاء حينما اجتزأوا الكلمة أرادوا، هي الكلمة كانت صحيحة لكنها مبتورة ناقصة، صنعت أزمة. نتمنى أن نعي من هذه التجربة فرصة جميلة دائما أن نعي ونتفحص ونتمعن ونراقب ونحسن الظن ببعضنا البعض الآخر. جميل شيخ. شيخ بس خلي أسألك سؤال. الآية القرآنية نعم، هي التي توصينا بأن إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا، الله يقول، وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا نريد أن نندم، نريد أن نبقى دائما فرحين بانتصاراتنا، بوحدتنا، بتلاحمنا، بتكاملنا بعضنا مع البعض الآخر، وهذا ما ندعو إليه. إذا أردت أن تعرض فيلم الآن، أعرض دورنا في إعادة النازحين في محافظة صلاح الدين، هذا هي الذي هو لدقائق هذا المشروع، وأنا أول من أعاد النازحين إلى محافظة صلاح الدين بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء. جميل. والجيش. ابعثوا لنا دور الشيخ يوسف الناصر بإعادة نازحي صلاح الدين، الحكومات المحلية على مدن طلع، والناس جميعا، والمحافظة والوقف السني في محافظة صلاح الدين. جميل. والعلماء وكبار شيوخ العشائر، أتمنى أن تطلق هذا لدقيقة ليرى الناس كيف نتعامل. جميل. ونحن في ظل الانتصارات. أنا أعدت أهالي قرية سرحة قبل 3 سنوات، ووقعت رموز عشائر آمرني في مكتبي في بغداد مع قادة الحشد، انتبه، وقعتهم على وثيقة بعدم التعرض وحماية كل من يعود إلى أهالي سرحة، يؤسفني أن أصفها بالسنية، وشيخها الجليل شيخ عبد الله أبو خمرة، وموثق ومصور، وعندكم الفيلم بدقائق. طيب، وكان هناك غضب وشديد وصراع وتناحر يريد بالعراق أن يطاح به طائفيا وأمنيا. وعدت قرى 4 في محافظة صلاح الدين، في تكريت، شمال تكريت، في بلجي، وعدت 4 قرى في مدينة شيخ يوسف مع معاناة كثيرة وصعوبات كثيرة. أنت تعلم شيخ يوسف، وقتي في العراق بتعاون الحكومة. جميل. بتعاون الأجهزة، وشكرا لهم جميعا. جميل. أنا لست متفضل على أحد، هذا واجبي. طيب. تجاه أبناء بلدي شيخ. وهذا ما قدمناه. ولذلك من يريد أن ينكل بنا يريد أن ينكل بالعمل الوطني، بالعمل الوحدوي. فتحنا المساجد التي كانت مغلقة
وهذا كان بضغوطنا وأيضا بتعاوننا مع مكتب رئيس الوزراء ومع كل القيادات والجهات المسؤولة شيخ الوقف السني. شيخ بس شيخ بس هذا شيخ إنجاز شيخ لا شيخ يوسف لا يضيع بتفاهة أطفال يتلاعبون بنا بالفيسبوك. طيب أرجو أن تضع هذا الفيلم المختصر. صراحة دورنا عليه ماكو، لكن أنا راح أخصص لك حلقة كاملة نتحدث على موضوع إعادة النازحين. هل لعبة ثانية من ألعاب؟ لا 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 شيخ، هل لعبة ثانية؟ أنت اللعبة خطأ غير صحيحة، لا شيخ أشياء غير مفيدة عليها والأشياء المفيدة ما تطلعها شيخ. لا لا أتمنى أن لا تكونوا ضمن إنذار العراقي لفتنة كبيرة. لا لا شيخ أنا متبرع لك بحلقة كاملة، أنت تحدد لي الوقت نتحدث على موضوع إعادة النازحين والفيديوهات ندورها ونطلعها حلقة كاملة وكيفية تم إعادة النازحين وشلون اشتغلت على عدم بعشت. لا لا حلقة كاملة إلك أنت تسولف بيها بعش تريد مني. متفقين؟ متفقين شيخ؟ الله يبارك فيك. خلاص الله يبارك فيك. بس أريدك سألك سؤال تجاوبني بدقيقة. احنا هذا اللي نتمناه. جميل. نتمناه أن نكون إيجابيين في بناء البلد. هذا اللي نتمناه، أن يكون بيننا تعاون وتآصر لصناعة المواطن الصالح. أريد بس سؤال واحد شيخ. من الذين بقوا أحياء تكريما لدماء شهدائنا الباسلة من أبناء جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية جميعا. بس أريد أسألك سؤال بمنتصف الحلقة، هذا أقل الواجب تجاههم. جميل. قلت لي أنا قاتلت في فلسطين، تقدر تجاوبني بنص دقيقة؟ بس بنص دقيقة جاوبني على السؤال، لأن ما لقيت له تفسير. بنصف دقيقة لأن وقت انتهى شيخ. إلي السؤال؟ أنت شو السؤال؟ ما سمعتك. بمنتصف الحلقة قلت أنا قاتلت في فلسطين في فترة ما، فما فهمت هاي الحيثية بصراحة. أي نعم في أي نعم في نعم يعني ما عرفت هاي الحيثية، ممكن تفسر لي اياها بس هاي النقطة بس. كنت من الفدائيين، كنت مع الفدائيين. نعم. اي سنة قلت في السنة الماضية اجتمعت نعم. مع كل اغلب قيادات المقاومة الفلسطينية لانهم استمعوا الى دعوة مني في احدى القنوات نعم. غير العراقية، دعوت إلى تأسيس جيش عالمي لتحرير فلسطين. وأتمنى أن المشاهد اليوم يفهم لماذا هذا الهجوم الذي بدأه بلعبة أعدائنا الصهاينة لا يريدون لنا الخير. هذه الضجة الإعلامية جاورها وزامنها قصف لأكبر مستودعات الجيش العراقي للأجهزة الأمنية. هذه خسارة لثروة العراق، هذه خسارة لأجهزتنا الأمنية. حاولوا أن يبعدوا أنظار طيب. شعبنا عن هذه الخسائر والمخاطر. طائرات إسرائيل تأتي وتقصف في بغداد، هذه أكبر المخاطر. خلصنا. جميل دكتور، راح أختم ويا دكتور منقذ ختامي لك، عندي دقيقة يمكن. طيب الشيخ ضيف، الشيخ ناصر ضيف وحق علينا ضيف، لازم يوضح للرأي العام. أعتذر للدكتور منقذ. نعم صحيح، أعتذر له، لكن إن شاء الله نكمل بعضنا إن شاء الله. أنا فقط أريد يعني أقول للشيخ شيء، يعني بارك الله بي على إذا الجهود اللي يقولها بإعادة النازحين في صلاح الدين، وريد جهوده بل كان يحكي ويا جماعته ويا اللي يعرفهم لإعادة أهالي جرف الصخر أيضا، يعني هذه أهالي جرف الصخر والمفقودين في الصيلاوية أيضا. نعم. الريد أيضا هذه جهودكم تتكامل، لأنه مأساة جرف الصخر هذه المأساة المستمرة لحد الآن، نزف جرح ينزف بالجسد العراقي، يجب أن يحل بشكل نهائي. وأقول أيضا للشيخ وللآخرين إن شاء الله يشاف العراق تماما، أنه فلسطين لا تحرر بالجيوش، فلسطين تحرر بالعلم، تحرر بالتنمية، تحرر بالتوعية، تحرر بأن ما يبقى عندنا فقير، ما يبقى عندنا جائع،
ما يبقى عندنا أمي، ما يبقى عندنا تخلف، ما يبقى عندنا شخص ما يغسل هذا هو الذي يحرر فلسطين وليس الجيوش وليس السلاح. عندما نتطور إسرائيل لم تحتل فلسطين بجيش كبير، إسرائيل احتلت بالعلم، وعلينا أن نقاوم بالعلم. شكرا دكتور منقذ داغر مدير الشرق الأوسط من مؤسسة قالوب، شكرا جزيلا لك. الشيخ دكتور يوسف الناصر المنسق العام للتجمع العربي الإسلامي دعم خيار المقاومة، كنت ضيفي من بغداد، شكرا جزيلا لك. وأرد أقول لك كلمة أخيرة شيخ، أقول لك كلمة أخيرة، الله يشهد، الله يشهد من فوق سبع سماوات، ما جبتك على مود أصطاد بالماء العكر إطلاقا، ما جبتك إلا على مود توضح صورة، على مود إن شاء الله سوء الظن، إن شاء الله سأحسن الظن بك والإخوة بالقناة، أتمنى ذلك لبلدنا، أتمنى الخير لبلدنا. ومطلوب حلقة عن إعادة النازحين، مطلوب حلقة نتفق عليها بعدين إن شاء الله. شكرا شيخ. أنا حاضر. شكرا شيخ. أنا حاضر. ونعم منك. شكرا لك. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. في الختام أذكركم، نحن من أرض غرورقت بدمع نهرين ينزفان، عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الأوجاع حيث شط العرب. نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين، في أمان الله.